بوجه ملائكي وملامح بريئة، انطلقت المسيرة الفنية للنجمة القديرة كاريمان، التي عرفت طريق الشاشة منذ صغرها، بداية من بابا شارو حتى أدوار البطولة ومشاركة عبد الحليم حافظ وإسماعيل ياسين أهم أفلامهم. ولدت كاريمان محمد سالم في القاهرة يوم 18 ديسمبر سنة 1936. تمتعت بطفولة مرفهة وتعلمت خلالها الفن والتمثيل مبكرا، حيث درست في مدرسة الليسي وعملت في برامج الأطفال مع بابا شارو، والتحقت في مسرح مدرستها حيث قدمت قيصر وكليوباترا، وعملت كطفلة في الإذاعة واشتركت في ركن الأطفال، وأثنى بابا شارو على موهبتها. تمتعت كاريمان بمسيرة فنية قصيرة، ولكنها ممتلئة بأدوار البطولة ومشاركة كبار نجوم عهدها. اختارتها المنتجة آسيا في عمر 17 لتقدم أدوار هامة منها البطولة، نظرا لموهبتها وجمال ملامحها. اشتهرت كاريمان بأدوار الفتاة الدلوعة، ومن أشهر الأفلام التي شاركت بها الحموات الفاتنات سكر هانم، مراتي مدير عام، تمر حنة، كما شاركت نجوم كبار مثل إسماعيل ياسين في الفيلم الشهير الفانوس السحري، والنجم عبد الحليم حافظ في فيلم بنات اليوم. تمتعت كاريمان بنجومية كبيرة رغم صغر سنها، إلا أنها عرفت بعزفها عن الاختلاط بالوسط الفني، فلا تحب الاختلاط والسهرات وتجمعات النجوم، ولكنها أكدت في أحد حواراتها الصحفية أن والدها كان يخاف عليها كثيرا، لهذا رافقها دائما خلال تصوير أعمالها. ظهرت مؤخرا الفنانة كاريمان في أحدث مقابلتها الصحفية بعد مرور أكثر من 5 عقود على اعتزالها، حيث ظهرت محتفظة بجمالها وبراءتها وابتسامتها الجميلة المميزة. وعندما تم سؤالها عن سبب الغياب المفاجئ لأعوام طويلة، قالت: اتدلعت شوية واشتغلت في الفن فترة، وبعدين قلت سلام عليكم وتركته بعد زواجي وإنجابي لطفلي الوحيد شيرين. وتابعت وهي ضاحكة: بعض الصحف نشرت أني أنجبت بنت بسبب اسم ابني، ولكني الآن جدة ولدي 4 أحفاد، أكبرهم طبيبة صيدلانية والثانية خريجة إعلام، والثالث يدرس في الأكاديمية البحرية، والرابع الصغير حبيب الكل في ابتدائي، أما ابني فهو رجل أعمال وبعيد عن مجال الفن، وحياتي مستقرة ومش ندمانة. تابعت الفنانة كاريمان حوارها موضحة أنها لم تحب حياة النجوم ورفضت الارتباط بنجوم جيلها، قائلة: أنا في طبيعتي بيتوتية وغير اجتماعية، وما كنتش مندمجة مع الوسط الفني، ولم يكن لي صداقات من الوسط الفني. رغم أني شاركت جانات السينما في العديد من الأعمال، لم أعطي أي منهم فرصة ولم أرتبط بأي منهم، وكنت شايفة أن جوازات الوسط الفني كثيرا ما تفشل، لذلك تزوجت من خارج الوسط الفني، والحمد لله حياتي الخاصة كانت ناجحة ومستقرة، وعمري ما ندمت على اعتزال الفن. أكدت الفنانة كاريمان أنها لن تعود للفن، بل أنها الآن سعيدة ومستقرة في حياتها بعيدا عن الأضواء، وفخورة بأسرتها ومسيرتها الفنية التي تركت خلالها أعمال محترمة وراقية يتذكرها الجمهور.